يا اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين منورين قناتنا المتواضعه. وداد حمدي رفضتها اسره فريد شوقي بسبب ادوارها. وداد حمدي كانت اشهر من قام بدور الخادمه في تاريخ السينما المصري، وكانت نجمه في الدور ده لا تقل نجوميه عن اي فنانه اخرى. وداد حمدي من مواليد 1924 ورحلت عننا في عام 1994. قدمت ما يقرب من 600 عمل مع عمالقه التمثيل فريد شوقي، سعاد حسني، فاتن حمامه، عمر الشريف وغيرهم كتير. وكان دمها خفيف جدا وبتضيف البهجة لكل مشاهدها. من أشهر الأفلام اللي شاركت فيها فيلم إشاعة حب، حسن ونعيمة، ليلى بنت الشاطئ وغيرهم كتير. مرت وداد حمدي في حياتها بموقف غريب لما طلب منها أحمد شوقي أخو الفنان فريد شوقي الزواج، وراح علشان يعرف أهله بعد ما اشتروا دبلة الخطوبة، لكنه تفاجأ برفض كبير قوي من أهله لوداد حمدي، وكان السبب إنها بتطلع كخادمة لهدى سلطان في أفلامها. ومع انهم اسره فنيه الا ان موقفهم ده كان غريب جدا، لانهم المفروض يبقوا عارفين انها فنانه وبتعمل دور مش اكتر وملوش علاقه بحياتها الشخصيه. ولما سالت وداد حمدي عن رد فعلها على الموقف ده قالت ان الموقف ده ما اثرش فيها، وكان رد فعلها انها راحت اسكندريه لمده 4 ايام تغير جو ورجعت بعدها وكان شيئا لم يكن. لكن طبعا الكلام ده من ورا القلب، لان الموقف ده ياثر في اي حد ويضايق اي حد. وداد حمدي للاسف كانت نهايه حياتها ماساويه بعد ما اتقتلت على ايد الريجيسير اللي اوهمها بدور جديد. رحم الله وداد حمدي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتشتركوا في القناة كنوع من الدعم علشان نقدر نقدم حكايات جديدة. شكرا، تحياتي.